صباح الخير. صباح النور. هل ستعود اليوم متأخرا كالبارحة؟ لا أعرف، نحن في شغل دائم في هذه الأيام المباركة، خصوصا بعد الظهر حيث يتكاثف الزبائن بشكل كبير. أوصلي. لا تنسى الحلويات الرمضانية، ولدك خليل مغرم بها. خذي هذا مصروف الأولاد. ضع المصروف في جيبك، الأولاد في عطلة. سناء، خذي المصروف، إن الطفل يفرح عندما يؤمن له والده مصروفة دون أن يطلبه. ماذا أقول لجارتي جهينة؟ عندما طلبت مني قرضا في المرة الأولى أعطيتها وكفى. أعرف أن موقفك محرج أمامها، ولكنني بحاجة إلى هذا المبلغ ولن أفرط فيه. أنت تضعني في موقف لا أحسد عليه. أخبريها الحقيقة، أخبريها أننا بصدد مشروع مستقبلي نحتاج لهذا المبلغ وأكثر. إلى اللقاء. إلى اللقاء. هاتان أرضان متجاورتان، الأولى جاءت على زاوية والثانية مغلقة بين أرضين، ولكن مساحتها كبيرة جدا وتزيد عن 2000 متر مربع، وصاحبها يريد أن يبيعها بسعر بخس. وما الذي يدفعه إلى ذلك؟ صاحب الأرض كان يأمل شراء الأرضين التي تجاورانه، ولكنه لم يفلح ولم يستطع إقناع أصحاب الأراضي الأخرى بالبيع. قل لي يا ولدي، ما الذي تريد أن تقوله في نهاية الأمر؟ أود أن أقول لو تهيأ لي مبلغ من المال لاشتريت هذه الأرض. وكيف أساعدك؟ نسيبك هلال يدخر على ما أظن 15,000 ريال. دعك من هلال، مجرد قرض سأسدده فيما بعد. لا أريد للمشاكل أن تستعر فيما بينكما فتصبح أختك هي الضحية. أنت تعقد الأمور دائما يا أبي. هذا أفضل شيء لك ولي ولصهرك ولأختك. إنني أنصحك يا ولدي، على قدر بساطك حاول أن تمد قدميك. تفضل. شكرا. كنت تنوي أن تقول شيئا، تفضل، ما عندك؟ لا أخفي عليك يا عمي أنني أدخر مبلغ 10,000 ريال. هذا نتاج تعبك وعرقك. الحمد لله، وقد ارتأيت أن أضع المبلغ أمانة عندك، أخاف أن أصرفه هنا وهناك. ماذا قلت يا عمي؟ أحرجتني كثيرا يا بني، أنت تعلم أن هذا الأمر الذي تطلبه مني في غاية الصعوبة لدي، على الرغم من سهولته، إن حمل الأمانة عندي أثقل من حمل الحديد الصلب. أعلم هذا، ولكنني لا أجد أحدا أهلا لذلك سواك. إذا كان الأمر كذلك فلا مناص لي، إنما لدي شرط. ما هذا يا عم؟ نكتب ورقة بهذا الخصوص ندون فيها ما لك عندي من أمانة. أتراني أشك فيك؟ الحياة غفلة يا بني، من يدري من يموت اليوم أو غدا أو بعد غد. ألم تسمع قول الله تعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. صدق الله العظيم. ما هذا يا عم؟ هل تظن أن هذه الأمانة دين في رقبتك؟ هو أشبه بهذا يا بني، إلا أنني لم أخذه منك في تجارة، بل وضعته أنت عندي في سبيل الأمانة. ما دمت مصرا على هذا فلا مانع. على بركة الله. على بركة. زلت أحتفظ بصورتك منذ اليوم الذي جئتني فيه. كان عمرك يومها لا يعدل 15 عاما. أرني الصورة يا
عمر هذه الصورة يناهز 15 عاماً إضافياً. ابقى بجانبي يا هلال، أريد أن أبوح لك بسر. قررت أن أبيع المخبز. هذا خبر سيء. ربما تغير رأيك إن علمت أنني أريد بيعه لك دون الآخرين. هذا خبر يحزنني ويفرحني في نفس الوقت. يحزنني لأنك ستبيع إرثك الذي بنيته 5 عقود، ويفرحني لأنه سيؤول إلي. لم تسألني عن ثمنه. أنت صاحبه وبإمكانك طرح الثمن. ثمنه 20,000 ريال. 20,000 ريال؟ مبلغ لا أستطيع دفعه يا عم. وما هو المبلغ الذي تستطيع دفعه؟ أملك 10,000 ريال فقط. يؤسفني ذلك، لأنني بحاجة ماسة إلى المبلغ دفعة واحدة. أنت تستطيع أن تقرضني 2,000 ريال؟ شكرا لك يا حسن، شكرا. أصبح المبلغ 7,000، ولا زال يلزمني 9,000 ريال. يا بني، لا تكن طماعا إلى هذا الحد. ليس لك نصيب في قطعة الأرض هذه. أبي، أتعلم كم يصبح ثمن هذه الأرض إن شقت الطريق إليها؟ يصبح ثمنها مضاعفا، أي أنك تربح 17,000 ريال دفعة واحدة. هذا إذا كان عندك 17,000 ريال. يجب أن أجد 9,000. أبي، ألا تستطيع أن تؤمن لي هذا المبلغ وتريحني؟ ومن أين أعطيك بكل هذا المبلغ وكل ما لدي لا يجمع 500 ريال؟ ألا تستقرض من أصحابك هذا المبلغ وأعيده إليك خلال 2 أسبوع لا أكثر؟ لو حصل هذا الأمر لا أخبرتكم. سأتصل بهلال. دع هلال جانبا، إنه زوج أختي والأولى بمساعدة من الآخرين. قلت لك دع صهرك وشأنه. هيزعجك هذا الأمر؟ بالطبع يا ولدي، لأن صهرك طلب من المصرف قرضا لكي يسدد ديونه. من أنبأك بهذا؟ صهرك نفسه. لو أنك كنت ثريا وأوردتني السعادة، لو أنني ولدت وفي فمي ملعقة من الذهب بدلا من أن يكون في فمي سكينا وعلقما. هل تريد لكل الناس أن يكونوا في مصاف الأغنياء يا بني؟ كل ما أريده هو أن أجد من يقرضني هذا المبلغ لأؤمن به حياتي. حرام أن أقتني دارا وأثاثا وأتزوج. لماذا لا أكون رجل أعمال بدلا من أن أكون موظفا ينتظر راتبه نهاية الشهر بفارغ الصبر؟ لماذا يا أبي؟ لماذا؟ أهلا، أهلا يا خالد. لا لا لا، اطمئن، سأؤمن لك المبلغ غدا إن شاء الله، إن شاء الله. لا 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 لا، حسنا حسنا، أنا ملتزم بما أقوله. مع السلامة. هلال، ألا تريد النوم؟ الساعة 10:30. اذهبي للنوم إن شئت، سأمكث هنا لبعض الوقت. يا هلال، لو كان لك نصيب في هذا المحل لآل إليك. يجب أن يؤول إلي. لكنه يصر على مبلغ لا تملكه. هل تتصورين أن أعمل في محل لمدة 15 عاما وفي النهاية يؤول لغيري؟ الغير يملكون هذا المبلغ. عليك هضم تلك النتيجة، وأنا أقدرك أن تكون عاملا فيها فقط. ألا تجدين فرقا بين محل أملكه ومحل أعمل فيه كعامل بسيط؟ لا، لن أستسلم. وما الذي تستطيع أن تفعله؟ يجب أن أتدبر الأمر بأي شكل من الأشكال. أجل. Thank you.
ماذا تريد أن تقول له في النهاية؟ أود أن أقول لو تهيأ لك المال واشتريتها. أمشي في الشارع أبحث عن كنز لم أجده في داري. وجدت لك هذا الكنز. وجدت من يقرضك 9000 ريال؟ بل حصلت لك على 10. حسنا حسنا، مع السلامة. خذ هذه 10000 ريال بالتمام والكمال. 10000 ريال؟ إنها تفوق حاجتي بألف. أبي، من أين لك هذا؟ قبل أن أخبرك دعني أسألك سؤالا، متى ترد هذا المبلغ؟ عندما أبيع ما أشتري. لم نتفق بعد، عليك أن تحدد مدة زمنية لذلك. وهل حدد لك صاحب المال مدة زمنية لإعادة المال إلي؟ هو يتمنى أن تعيدها إليه غداً. إنه يضع عنقي بين المطرقة والسندان، ألا يمهلني مدة أسبوع؟ خذها، ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. ألا تسمي لي الشخص الدائم؟ اسمه على ورقة موجودة في جيبي. أعلم يا بني، إنها المرة الأولى التي أخون فيها أحداً، قطعته على نفسي. أي عهد قطعته يا أبي؟ لا تشغل بالك يا أبي، تصبح على خير. أبي، تستطيع أن تبارك لي بأمرين. الأمر الأول أنني اشتريت الأرض، والأمر الثاني قررت الحكومة شق الطريق. أتعلم ماذا يعني تضاعف الأرباح؟ أبي، أراك لا تفرح لي وأنا أزف إليك هذه الأخبار. أبي، أبي. لا شيء، لا شيء. ما الذي جرى لك يا أبي؟ لا شيء، اطمئن يا ولدي، إنما كنت أريد أن أذكرك بالوعد الذي قطعته على نفسك. وعد؟ أي وعد تعني؟ أن تعيد المبلغ الذي استقرضته مني. لم أنسى الأمر. قل لي يا أبي، هل جاءك صاحبها ليطالبك بها؟ حاول فقط أن تعيد المال في أقرب وقت ممكن. هذا الذي حدث يا بني، أحسست فجأة بدوار أفقدني توازني، ورأيت نفسي بعد ذلك في المستشفى. أحمد الله على سلامتك. ألم أقول لك إن هذه الدنيا لعب ولعب؟ اطمئن، سأذهب لفتح المحل بنفسي. يجب أن تعتاد على فتح المحل من اليوم فصاعدا. عفاك الله وسلمك، لن يفتحه أحد سواك. أنا أعني ما أقول، أنت الذي ستعتاد على فتح المحل يا بني. قررت أن أرتاح، ولكنني فكرت طويلا، لمن سيؤول هذا المحل؟ فلم أجد أحداً سواك يستحق. ولكنني لا أمتلك سوى المبلغ الذي ذكرته لك. لا يهم، سآخذه منك وأعتبره دفعة أولى على الحساب. وباقي المبلغ؟ تعيدها إلي ضمن أقساط شهرية نتفق عليها. اطمئن يا هلال، أمانتك بخير. كيف تكون بخير وأنا لا أستطيع الحصول عليها؟ هذا شيء لم أحسب له حسابا. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. صدق الله العظيم.
يكفي يا بني يكفي. سأعيد إليك أمانتك بأسرع وقت ممكن. لقد فاجأتني يا أبي، لا أستطيع أن أبيع الأرض غدا. عليك أن تبيعها غدا يا ولدي، وأن تعيد إلي المال الذي استقرضته. هل هناك بند قضائي بينك وبين صاحب المال؟ بل هو أمر من رب العالمين، حيث يأمرنا برد الأمانات إلى أهلها. ومن يكون صاحب المال؟ رجل إن عرفته ربما تتباطأ في إعادة المال إليه، لذا أؤكد عليك في إعادة المبلغ غدا. حري بي أن أعرف صاحب المال. طبعاً. المال لصهر هلال، ما الذي دفعك إلى أن تكتم الأمر عني؟ الأمر لا يهم هلال، وصهرك يحتاج إلى ماله في مدة أقصاها صباح الغد. صباح الغد؟ هل تراني يمتلك الفانوس السحري كي أنجز البيع والشراء فيما تبقى من هذه الليلة؟ هي غلطتي، ما كان علي أن أتصرف في مال الآخرين. سامحني يا رب. ماذا أقول لهلال؟ هذا الذي حدث يا أبا مصطفى. إذن أنت الآن لا تملك 10,000 ريال. سأبحث عن من يشتريه. أمهلني أسبوعاً إضافياً ريثما أستعيد المبلغ. لا أستطيع، إنني بحاجة إلى المبلغ لقضاء حاجة، لكنني سأصبر قدر المستطاع ريثما يعود المال إليك. تفضل يا أبي، هذه أمانتك، باستطاعتك أن تعدها. هذه ليست الأمانة كلها. كيف؟ إنها 10,000 ريال. لكنك بعت الأرض وربحت فيها 9,000 ريال إضافية. ما الذي تود قوله يا أبي؟ يا بني، إن لصهرك في ذمتك قسما من الأرباح يوازي المبلغ الذي دفعه. يشاركني في ربح عانيت الكثير من أجل الحصول عليه؟ لا تنسى أن صهرك فقد المحل الذي اشتراه رجل آخر، وذلك لأن المبلغ لم يكن متوفرا لديه. أبي، إنك تتحامل علي وتميل إلى جانب هلال ضدي. بل أحاول أن أحكم بالعدل تبيانا لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا بني، الله أمرني أن أعطي صهرك أمانته حين طلبها فلم أفعل، وقد خالفت أمر الله تعالى في ذلك لأجلك. أتريدوني أن أخالف ربي مرة ثانية فلا أحكم بالعدل مجارة لك؟ ألا تخاف علي من نار الآخرة، وأنا الذي خفت عليك من هوان الدنيا؟ سأفعل ما تطلبه يا أبي، وسنشتري المحل مجدداً لصهرنا هلال. بارك الله فيك يا بني.